السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. إنه لسؤال يطرح نفسه وهو مهم للغاية. ما هو يا ترى هذا السؤال؟ وهو عنوان اللقاء. هل الرؤية الصادقة من علامات رضا الله على الرأي؟ عايزين نجاوب على السؤال ده. الرؤية الصادقة اللي أنا بشوفها في المنام ده، بعيدا عن تفسيرها، هل ده معناه إن ربنا راضي عني؟ دعونا نتعرف على الإجابة. في كثير من الأحيان تكون الرؤية الصادقة الجميلة من علامات رضوان الله. في كثير من الأحيان أيوة، يعني ليس 100% أيوة. في كثير من الأحيان تكون الرؤية الصادقة من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على المسلم الصالح. بل وفي بعض الأحيان يكون المسلم طيب القلب محبا لله عز وجل، لكن لديه بعض التقصير في العبادات أو عنده بعض الذنوب حتى هو صالح. نعم، كلنا أصحاب ذنوب. العصمة ماتت بموت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش حد اسمه ما عندوش ذنوب حتى لو شخص صالح. فالله سبحانه وتعالى يكرمه بالرؤى الصالحة بنواياه الطيبة وإن قصر في بعض الأعمال، سواء بجهل أو بضعف، ضعف النفس يعني، أو الفتن، إنه ضعف بسبب الفتن والشهوات وإلى آخره. وفي أحيان قليلة جدا قد يرى الفاسد أو الإنسان الغير مسلم رؤى تبشره بالهداية. ركزوا معايا في المعنى ده. يعني ممكن الكافر اللي هو على غير الإسلام يشوف رؤية وتكون هذه من علامات رضا الله عليه؟ أيوة. أن هناك بعض الرؤى تأتي لغير المسلمين تبشرهم بالهداية وبالدخول في الإسلام، وكثير من القساوسة الذين دخلوا في الإسلام ذكروا أن سبب إسلامهم رؤية، وهذا واقع، هم اللي حكوا الكلام ده بنفسهم. فالرؤية الصادقة بنسبة 99% تدل على رضا الله تبارك وتعالى على الرأي. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.